مشيرات كراكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. كيف الحال والاحوال؟ باينه كاين كل بلاصه وشيقو. كاين اللي يقول لك الحمان راهي طردك، كاين اللي يقول لك الهواء شباب، كل واحد وكيفاه. حنا الهواء شويه شويه ماشي حامي حامي بزاف، يعني نجمو تمشو فيه نجمو ندورو فيه. على هذا بغيت نوري لخواتاتي ونمتحكم معايا بهذه الجوله خفيفه. وكالعاده دائما في مدينه زوريخ هناك مكتوب هذا محل موطون، هذا محل رائع رائع، يبيع غير لا مارك، دائما عنده الصوت 80% 70% حتى يوصل حتى 90%. بصح لا مارك كيما نقولوا حاجه اللي تكون دير 1000 دير 2000 ولا عاد باه ينقصوها لك تولي 200 300. هذه هي باش تعرفوا. كاش عندي لكم فيديو عليه ان شاء الله اللي كنتو انتريسي. المهم ما نطولش على خواتاتي في هذا الفيديو، ما غاديش نهضر بزاف، نخليكم تسمعوا الاجواء تاع الطبيعه. كي راكم تشوفوا ما شاء الله الحيوانات، البط، تشوفوا الايوز، تسمعوا زقزقه العصافير، تتمتعوا بهذه المناظر. وان شاء الله خواتاتي تعجبكم الاجواء معايا، وما تنسونيش خواتاتي بالبصمات. ربي يحفظكم، واللي جا جديد نقول له مرحبا والف مرحبا، ونقول له ما ينسانيش غير بتفعيل الجرس. وان شاء الله تكون الزياره متبادله وهذه بكل صدق ان شاء الله. واللي موالف معايا راهم يعرفوني بلي دائما نكون معاهم بصدق. هذه هي، ونخليكم تتمتعوا بهذه الاجواء. هاي تمتع بالماء ما شاء الله عليه. عالم، هذه منطقة جاية كالم، كاع الناس يجو يجمعو هنايا يتمتعوا بمنظر هذا النهر كما راكم تشوفوا، وبالبط كما قلت لكم معروفة هنايا سويسرا بالبط وبالإيواز، في كل مناطق تقو هاد هاكا صوالح شابين. مكان رائع للاسترخاء كما راكم تسمى زقزقة العصافير. سمعوا هنا خرير الماء، عالم. سبحان الله، والله هذه القاعه تحسبها كما تاع الفيمات برج شباب بزاف معروفه. كاين هنايا في زوريخ كاين ان شاء الله كاش عندي لكم فيديو على واحد المناطق كما نقولوا حنا القديمه القديمه. هادو صح من البنيان كاع جديد، هذا كاع عاودوه، بس ان شاء الله ندير لكم فيديو عليه. راك تشوفوا بالك هذاك البيت هكا صغير، هذا قديم ها كما على حسب هذه المنطقه هنايا تبان قديمه. كاين زوريخ معروفه بال، عندها واحد البيوت معروفة بها قديمة وفيها آثار وعندها تاريخ. كاشنها إن شاء الله إن شاء الله ندير لكم عليها. شفت ثاني هنايا البيوت هي مازال قديمة هنايا. هنا مجموعة من التماثيل أطفال صغار راهم دايرين قطاب، ما عرفتش علاهم دايرين هذيك الغطاء على العين، بالك عندهم معنى.
مش عالم هي تاني بلاصة مجمعين فيها ويتمتعوا بالمنظر. شتو هذه هنا هي في البحر ويلعبوا تكون في البحر في الواد، في الواد هذيك السلة راك تشوفوا مرمتم، وكاين مرمتم هذه عندهم تاني رياضة شابة يديروها في الصيف ويديروها ان شاء الله يلعبوها، يجيب البولة واحد يتحف المرمى وهذاك مرمى هذا. انا ما بغيتش نهضر بزاف، بغيت نخليكم غير تسمعوا العصافير وتستمتعوا بالحال كما راكم تشوفوا ناتشور ديريكت، كل شيء من الطبيعة، أصوات الطبيعة. قارب روعة ما شاء الله. هنا هادو كاع القوارب كل واحد ومولاه كما نقولوا حنايا، صاحب القارب من يجي هكا في الوقت يكون شباب يجي ويقلع تاعه ويروح. هذه اللي شابه وين درت تقول ما وين تشربوا وين تلعبوا عالم. عالم لا السباحة روعة راه صافي. راهم الإيوازات علامة هنا خواتاتي. رانا في واحد الشارع معروف باللي اغلى شارع في العالم كاع، على فيه كاع لي مارك كاع لي مكازا كاع تاع الذهب تاع الديامو تاع الساعات القش، يعني ما عندي ما نقول راكم تشوفوا. كاش ندير لكم فيه جوله كيما نقولوا حنا قنت بقنت هكا باه تمتعوا به ان شاء الله وتعرفوا. المهم بغيت ندير لكم غير لمحه عليه تعرفوا كي داير. صافي
نزلي خستي. هنايا اكبر سكه حديديه تاع القطار في مدينه زيوريخ سيتي. وصلنا شفيلات الى نهايه هذا الفيديو تاعنا تاع اليوم والتحويصه تاع اليوم. ان شاء الله تكون قد نالت الاعجاب تاعكم. ما تنسوش خواتاتي كما قلت لكم بالبصمات تاعكم، وعلى بالي دائما التعليقات تاعكم تكون شابه ما شاء الله. وكما قلت لكم اللي جا جديد نقول له مرحبا والف مرحبا، وربي يحفظكم. ونقول لكم شكرا 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 اللي وصلتوني 1000K، ربي يحفظكم. ان شاء الله نتقدموا مع بعض ان شاء الله لقدام. ونقول لكم مرحبا والف مرحبا وللمزيد ان شاء الله من الجولات من الوصفات من زيارة محلات من محلات تجارية او ملابس كما تبغوا. ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليقات اي حاجة كم باغينا تشوفوها معايا، تنجموا تكتبوا لي وانا ندير البوست تاعي ونقدم لكم ان شاء الله الافضل. وسو كما قلت لكم وصلنا الى النهاية، نلقاكم ان شاء الله الى في موعد اخر. وخليكم على خير، تهلوا في روحكم، نقول لكم عطلة صيفية رائعة وربي يحفظكم. ونتمنى النجاح لجميع الطلبة والتلاميذ اللي فوتوا الامتحانات، ان شاء الله يكونوا كاع نجحوا. الله يوفقهم والله ينجحهم والله يحقق لهم رغم تبنينا ان شاء الله. تهلوا في روحكم وبسلامة، ربي يحفظكم ان شاء الله. Mm-hmm.